ايه ده؟ هو احنا ايه فين؟ ازيكم؟ ايه ده؟ عامل ايه النهارده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الكاميرا دي؟ النهارده الو؟ معلش ايه ده؟ نسيت ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ايه ده؟ افتح انتوا الموبايل. مش شايفين ان احنا في بيت عائلة سحس؟ وزي ما انتوا شايفين احنا رجعنا لنفس المكان اللي احنا كنا فيه. لقد ايه احنا نسينا المكان ده؟ بص استنى اما اجيب لكم سحسوح. فين سحسوح؟ سحسوح! اتضربت عليه، قلت لك ما تضربوش يا بنت، نفس غنولة ها؟ زي وكيوتة، ليش ايه ما ده؟ تضربها؟ ايه ده؟ انت إيه بتلعب بالدومة ديت؟ بابا تبدو ضرب دبدوبة، قلت لك اضرب واضربها. يعني ثانية، أنت عايز تقول لي إن الدبدوب ده ضرب الدبدوبة دي؟ اه فاهم. اه بص تعالى نزلي، يعني تعيط لا ما تعيطش، خلاص بص خلاص. انتوا مش عارفين اللي أنا عارف بيتكلم اللي في بيحصل ايه، دوت، بس مش ما تزعلش متعود مني، مننا تمام؟ ايه. طبعا زي ما أنت شايفين يا شباب، سحسوح الجميل الأمور، الناس كلها نسيته، عامل إيه يا سحسوح؟ أنت بصوا عارف إن... إيه رأيك؟ اهو، بصوا أيوه الحاجات اللي أيوه انتوا بتسببوها لي كده. أيوه بقول لك إيه، فين ايه ماما؟ الحاجات اللي بيها بتجيب خضار؟ ايه ده؟ طب فاكر الشجرة دي بتعمل ايه؟ الشجرة دي بتاعت مين؟ بابا نويل؟ لما بابا خطفك، بابا نويل؟ ايوه عارفه فاكر بابا لما خطفك دوت نويل. الوحش؟ ايوه ولا ده قصه. بيبي فين؟ ايه ده؟ ازاي كسرتها؟ ازاي كسرتها؟ ازاي؟ ازاي؟ ولا بتمد ايديك على ابوك؟ لا عيب. لا خلاص خلاص خلاص، والله العظيم يا شباب الحاجة اللي هو يعني البكاء بتاعه ده بيخليني بصوا بموت كده، اوكي؟ طبعا زي ما انتم شايفين الحاجة الأسطورية وديت برضو. بص بص تعالى سحسوح، ايه القلبي ده بتاع ايه؟ ايوه، وده بتاع ايه؟ استنى استنى، بص بص يا شباب، دي اخر ناس كانت معانا طبعا اللي شايفين دلوقتي، هم ناس جامده، اوكي؟ بص قولي بص بص الجيرلز طبعا، يعني بصوا اكتبوا كومنتات تحت، تمام؟ زي ما دول انتوا مش شايفين يعني معايا سحسوح المره الجايه هو اللي هيحط البنات، ماشي؟ اظبطك اهو، قلت ماشي اجيب ماشي، اي حاجه يلا تقولي. يلا وانا احط الولاد ده فرحان، تمام؟ اوكي طيب، خلينا دلوقتي نطلع من هنا. ايه ايه، عايز لعبه؟ مش انا قلت لك ان في عيد ميلادك يا صحصوح؟ الله، لا خلاص. طب اسمعني اسمعني، يعني انت عايز لعبه صح؟ بس انا مش في ايدي يا صحصوح، مش في ايدي ان انا اجيب لك فلوس. انا مش هقعد اتدلع عليك كتير، مش هقعد اتكلم لك بصوت التاني عشان تجيب لي لعبه، انا عاوز لعبه. ها ماشي خلاص خلاص، شايفين يا جماعة سحسوح؟ سحسوح ده حرفيا انا نفسي اموته، بس ده ابني، ما ينفعش ما ينفعش ان انا اعمل فيه كده. اخ عايز ايه يا سحسوح؟ بص لي، ليه لعبة جديدة؟ ها؟ ليه لعبة جديدة نزلت؟ اسمها بوبي؟ انا سامع ان في لعبتين، البنت القاتلة وبوبي. ها؟ ايه؟ لا لا استنى، انت خايف ليه يا سحسوح؟ في ايه؟ استنى استنى هقول لك على حاجة. هو ده اللي في ايدي يا سحسوح، بص اسمعني، البنت لا انت مت ولا ايه؟ قوم يلا، تنفس تنفس تنفس. بص بص يا سحسوح، بص يا شباب، انا المفروض يعني ان عائلة، يعني بص اسمعوني دلوقتي، سكويت جيم اللي هي البنت القاتلة اللي فيها ديت، وبوبي طبعا، بوبي اغلى من البنت القاتلة، يعني البنت القاتلة بخمسة دايموند، بوبي بخمسين دايموند، تخيلوا ان بوبي عشان لسه نازل يا شباب فبخمسين دايموند، تمام؟ فيعني ايه ده؟ ايه المطر ده؟ طب بص بص، شايفين ده قلب المشتركين؟ هعد، يا واحد رب ثلاثة، يا رب واحد اتنين، يا رب يا رب يا رب يجيب البطل لي يختفي. لعبة، يلا يا رب بابا يجيب لي لعبة بنت القاتلة أو بوبي، يا رب بابا يجيب لي لعبة البنت القاتلة أو بوبي، يا سامعك، رب لسه في اللعبة دي، لسه يا رب ألعب بدل دولت، زهقت منهم وما بيتكلموش أصلا، لسه في لعبة بوبي أو سكواد جيم البنت القاتلة، هلعب بيها حوالين البيت وأجيب صحابي وأخليهم يلعبوا يلعبوا، وكمان أجيب اللعبة الصغنونة دي ودي وأخليهم يلعبوا بيها كده. يا رب بابا يجيبها لي، بس ايه ده ايه ده،
اكتشفت. اوكي طيب انا بقول لكم ايه، يعني شايفين هو بيحب الالعاب جدا، ونفسي يا شباب ان هو يكبر يعني. تخيلوا بقى له سنه لغايه دلوقتي وكده، لسه صغير تفكيره صغير. بصوا انا عارف ان هو لسه صغير، بس ان شاء الله يا شباب هو هيكبر بعد سنتين كده ولا ثلاثه وهيبقى عائله شباب، لكن هو دلوقتي لسه طفل. امين. اوكي طيب خلينا اما تشوف اوكي سحسوحة فين العربيه بتاعتي؟ ولا عربيه؟ عربيه ايه يا بابا؟ العربيه بتاعتي اللي في الجراج راحت فين؟ عم احنا تاني ناخدها نصلحها، راحوا ما جاش بقاله سنه. ها معرفش. ده انا صعب عليك يا حمار. ولا يا ولا ايه العربية ب10,000 دايموند بس والله وبس كده خلاص احنا متنا، العربية راحت عليا وكمان فلوسي راحت يعني بقالي كتير وكده. طيب خلينا ما نشوف فلوس حتى في الصندوق دوت. استنوا ما نشوف السنة دي في جولدن ابل. تعالى صحصح خد جولدن ابل، هي دي اللي مبقانا، واعتقد ان هي باظت اصلا بقالها سنة. امسك دوق كده. لا 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 استنى، روح اشطف فوقك بسرعة، الحوض هناك. بسرعة، انا غلطان، كنت المفروض ان انا اكلها انا يا شباب مش هو. اوكي طيب بص يا شباب، انا عندي النهاردة ان انا لازم اجيب الدمية ديت تسحسوح، تمام؟ فالنهاردة يا شباب انا هضطر ان انا اروح واستكشف اللي هي المتاجر اللي فيها اللعبة ديت، وراح اشتري له يا شباب اللعبه اللي هي بتاعت البنت القاطره، واروح اديها له تمام، ونشوف رده فعله يا شباب، هل ابني هيفرح ولا هيزعل من اللعبه لانها بخمسه دايموند، فاهمين؟ ف يعني اللي هي تقليد مش اصلي، الاصلي يا شباب الغاليه جدا، حرفيا البنت القاطره غاليه جدا، الاصليه طبعا بتتباع فين؟ في الصين تمام؟ او في كوريا مش عارف فين، وبوبي هو اللي بيتباع بس ب50 دايموند في امريكا تمام؟ فهو هي اغلى البنت. اوكي بصوا اوكي ده محل البنت القاتله شباب، بصوا هي ديت يعني هي مش زيها قوي بس ديت الفيك منها، فاهمين؟ اوكي طيب خلينا اما نروح عند الدكتور دوت اوكي خلينا اما نطمن نشوف ايه ده، مفيش دكاتره. اوكي ده شكله الدكتور اصلا اعتزل بقاله سنه وما جاش، وهنشوف يا شباب صح سحسايه ديت راحت فين والكلام دوت، لان انا بقالي سنه ما كلمتش مراتي حرفيا يعني، ولا دخلت العالم ولا دخلت اي حاجه، ودي المدرسه ومش عارف صحصح اصلا بقى بيروح المدرسه وهل يعني رفضوه ولا ايه اللي حصل، بس مش عارف. اوكي مش كده تمام. اوكي طيب احنا هنتصرف نشوف اللعبه اللي فيه. السلام عليكم، اهلا وسهلا. اوكي ايه ده، ده عم عامل كده ليه؟ اوكي عم هو الشباب بيقول لي warning pay first، تحذير ادفع الاول. طيب ماشي، ما انا كده كده هدفع الاول. اوكي 1 دول بيساوي 5 دايموند زي ما قلت لكم يا شباب، يعني العروسه من ديت ب5 دايموند مش بالثمن اللي هو الاصليه، فاهمين؟ اوكي طيب يعني عمو هو ينفع من غير فلوس؟